مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم عبر شاشه دنيا الوطن. اليوم طلبه الثانويه العامه يتوجهون لتقديم الامتحان الاخير وهو التكنولوجيا. ابقوا معنا لنرصد لكم اراء الطلبه حول الامتحان، وهذه الحلقه برعايه جامعه فلسطين، تابعونا. عليك. أنا الطالبة داليا مفتاح من فرع الأدبة. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟ الامتحان كان متوسط، يعني مش لدرجة إنه سهل. كان في بعض الأسئلة فيها لف ودوران، يعني أنا في أسئلة يعني ما درستهاش، بعد مش عارفة كيف هاي، بس الامتحان عن جد فيه صعوبة، يعني مش سهل. كان في أسئلة من خارج الكتاب الوزاري؟ تقريبا هي مش خارج الكتاب، بس انه لفين فيها دايرين، يعني فهمة كيف؟ يعني انه الامتحان في اسئلة من الكتاب، في اسئلة يعني جديدة، يعني اول مرة نشوفها. انهم حذفوا سؤال اختر اثر عليكم؟ الصراحة انه الاختر المقالة افضل من الاختر، لانه الاختر فيك انت تكون حافظة وتحكي، في الاختر بلخبط، في بلفه كتير وبدوره فيه، يعني بياخد بيستغرق وقت اكتر من المقالة فيك انت تحفظ وتكتبه، اما الاختر بدك تقعد تفكر لسه وهاي وتتلخبط بين الاجوبة. شو رسالتك للوزارة؟ يعني ايش بدنا نحكي، الله يا رب هيك يسهل علينا وينجحنا. شو شعورك ان اليوم اخر امتحان؟ صراحة فرحة، يعني حاسة عيد الدنيا. والله يعني الاشي مفرح كتير 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 كتير، ان شاء الله يا رب يكون ختامها مسك. نتعرف عليك؟ فايزة اسماعيل لولول، فرع الأدبي. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟ منيح الحمد لله، متوسط لسهل، بده دقيق هو شوية، بده تركيز. بعدين في عنا جدول للأرقام، كانت مش واضحة بالمرة الأرقام، كتير صعبنا منه هذا السؤال، كتير صعب كان. الأسئلة كانت مباشرة ولا كان في أسئلة غير مباشرة؟ والله هيك وهيك، كان في أسئلة مباشرة منيح، يعني أغلب الامتحان أسئلة مباشرة الحمد لله، بس في أسئلة شوي بدها يعني تركيز. الوقت كان كافي لحل الأسئلة؟ كافي. شو أكثر امتحانات تصعبت فيها من خلال تقديمك للامتحانات؟ الصراحة امتحان الإنجليش كتير كتير صعب، وبنتمنى من الوزارة إنه تراعينا كتير فيه، والباقي كمان يرعونا فيهم. شو شعورك إن اليوم آخر يوم في الامتحانات؟ كتير كتير مبسوطين، خلص رح نتحرر من سجن توجيهي، وبقدم شكري لكل حدا وقف جنبي وساهمني ودعمني في هذه الفترة، وأول حاجة أهلي، وتاني حاجة خالته سلام اللي وقفت معايا كتير ودعمتني، كتير كتير شكرا لهم. نتعرف عليك؟ الطالب مصطفى النخالة من الفرع الأدبي. كيف امتحانك كان اليوم؟ والله الامتحان كان كبير وطويل، وكان بحتاج وقت لأنه كان كل الامتحان مقالي، واستصعبنا كتير لأنه إحنا كنا يعني الإخطر كان يعني بدينا علامات بزيادة، يعني بنضمن علامات الإخطر وبنحل المقالة، بس اليوم كل الامتحان مقالة ومحدش فينا بسكر المقالة، يعني حتى والله العظيم في طلاب وأنا يمكن بعتبر حالي كمان منهم، بس الواحد مش ضامن إنه ينجح ولا ضامن إنه يكمل حتى، يعني ضيعتوا أحلامنا والله وأهدافنا، يعني بقرارات الوزارة اللي بتحملنا المسؤولية، تاني مرة أنا بحكيها بتحملنا مسؤولية قراراتها الخاطئة. احنا هيك بنتحمل مسؤولية، واحنا بنظلم كتير مع وزارة التربية والتعليم. شكرا لكم. نتعرف عليك؟ انا الطالبة رولا هدهد من مدرسة بشير الرئيس، بس بقدم مصطفى حافظ. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟ كان كتير صعب ومليان كتير كتير كتير، يعني 5 صفحات كتير مليان، وما براعي الفروق ابدا، يعني الحمد لله، يعني بيجوا على اخر اختبار يصعبوا لنا اياه ويروح البنات بعيطوا، ليش يعني مش مستاهلة. يعني الأسئلة كانت من خارج الكتاب الوزاري؟ أسئلة من الكتاب بس أسئلة غير مباشرة، يعني وكمان الامتحان مش واضح، أرقام مش واضحة، يعني مش عارفين نحل الأسئلة لأنه الأرقام مش واضحة. إنهم شالوا سؤال إختر أثر عليكم؟ يعني أثر طبعا، بس يعني البنات بيكونوا دارسين وهيك ما بيأثر عليهم، بس هو مش عارف. يعني قديش تتوقع تجيب اليوم بمادة التكنولوجيا؟ نتمنى علامة النجاح. كيف معنوياتك بعد ما انك خلصت؟ واخيرا افراج، كاني كنت بسجن وافرجوا علي عني. يعني نتعرف عليك؟ محمد موسى، الفرع العلمي. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟
امتحان سهل وكان في المتناول يعني الحمد لله. يعني جميع الأسئلة كانت من داخل الكتاب ولا في أسئلة من خارج الكتاب؟ لا كلها كانت من داخل الكتاب يعني في نفس الفكرة يعني في محيط الفكرة. قديش تتوقع تجيب معدل بمادة التكنولوجيا؟ إن شاء الله يعني بنجيب فوق 90 بإذن الله. شو شعورك إنه اليوم آخر يوم في الامتحانات؟ طبعا طايم من الفرحة يعني الحمد لله أخيرا واحد خلص سنة كانت سنة طويلة وشاقة يعني. شو رسالتك للوزارة؟ يرعونا في التصحيح متاع الفيزياء والرياضيات يعني هم أهم اثنين بالنسبة لي يعني كانوا امتحانات صعبين هم امتحان هذول. يتعرف عليك؟ أنا طالبة مرح رباد من مدرسة بشير الرئيس الفرع الأدبي. اليوم أخذنا امتحان التكنولوجيا. كيف كان امتحانك اليوم؟ الامتحان كتير حلو ومن متناول الجميع للأمانة ومن الكتاب كمان يعني مش جاي إشي من برا. صحيح طويل وبده كتابة كتير بده كتابة وثلاث صفحات طويل جدا بس الامتحان سهل وما فيش إشي صعب وما فيش شغلات بدها تفكير عميق يعني كل الأسئلة جاية مباشرة. إنهم شالوا سؤال اختر أثر عليكم؟ كنا خايفين إنه لو شالوا سؤال اختر يكون في صعوبة بالأسئلة بس للأمانة كانوا جايين سهلين والأسئلة المخالية جدا مباشرة يعني فيش صعوبة. شو رسالتك للوزارة؟ رسالتي للوزارة حتى لو كان في أسئلة امتحانات سهلة وامتحانات صعبة برضو يراعوا الطلاب لأنه السنة هذه كانت كتير سنة صعبة علينا وإحنا بحاجة رحمتهم فينا يعني لأنه بجد عانينا كتير في هاي السنة. شو شعورك إنك خلصتي واليوم آخر امتحان؟ للأمانة أنا كتير مبسوطة لأنه انتهيت من ضغط كبير علي وهم غير هيك إني أنا تخيلي سنة كاملة وأنت بتدرسي بس عشان تحققي حلم وأهدافك كلها فيعني أنا مبسوطة إني خلصت وإن شاء الله إن شاء الله بجيب المجموعة اللي في بالي. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟ الأمانة سهل جدا بمعنى الكلمة يعني والاختياري في سهلين صعبين سهلين سهلين اخترنا السهلين امتحان كان الأمانة بسيط وسهل إن شاء الله. إنهم حذفوا سؤال اختار أثر عليكم؟ احنا كنا مفكرين انه حيأثر علينا انه خلص انه نظام انه الاختار ممكن ينغش ممكن يعني الواحد دغري مثلا يخبص شويه يعني يزبط معه صح بس الامانه انه الاختار انه انشال طلع بمصلحتنا والله مش انه ضدنا. شو رسالتك لوزاره التربيه والتعليم؟ والله رسالتي رعونا في تصليح اللي هو الماده الانجليزيه يعني والله اقسم بالله يعني الامتحان انا حليت يمكن حوالي 6-5 نماذج من امتحانات الانجليش تمام لو كنت حل قواعد وحل كلمات بس بقى اجى الامتحان يعني كنت بيخصموا النظام انه اخذ حصص وكده يعني ايش في الامتحان كله ايش ترجمه طب انا بعرفش اترجم انا الادبي طالب الادبي بعرفش اترجم وانتم لو بدكم الطالب يعرف يترجم كنتوا تدوا دوره تاسيسيه من الاول من الصف الاول للصف السادس يتعلم لغه قلنا فيها انه يصير يعرف يترجم. بتعرف عليك اماني الخضري من الفرع الادبي. كيف امتحان التكنولوجيا كان اليوم؟ والله الحمد لله منيح احسن من الامتحانات الباقية احسن من الثقافة والانجليش والباقية الامتحانات. جميع الاسئلة كانت مباشرة ولا كان في اسئلة غير مباشرة؟ والله تقريبا كلها مباشرة بس بدها تركيز كتير وتكون مدققة يعني بكل سؤال كان الامتحان كتير طويل. اثر عليكم انهم رفعوا سؤال اختر في التكنولوجيا؟ كان صراحة كتير يزودنا في الاختر في العلامات بس الحمد لله مرق خلصنا منه. شو رسالتك لوزارة التربية والتعليم؟ اتسهلوا معنا بالعلامات زودوا لنا علامات تعبنا هالسنة كتير كانت إرهاق تعب كتير تسهلوا معنا يعني. قديش تتوقع تجيب المعدل؟ لا هذا المعدل عند الله إن شاء الله مش عارفة. شو شعورك إنك خلصتي؟ شعوري؟ مش شعور فخم بدي اطلع وبدي اكل وبدي اعيش حياتي بدي اعيش السنه اللي كلها ارهاق وتعب. يتعرف عليك؟ انا الطالب حسام العمري فرع العلمي مدرسه اليرموك الثانويه. كيف امتحانك كان اليوم؟ كان متوسط هو وتوزيع العلامات في شويه هبت في توزيع العلامات ولكن فرحه انه كان هذا اخر امتحان وانه خلصنا وبعد هيك ما فيش هم وحننتقل لفتره جديده من حياتنا اللي هي فتره الجامعه طغت على الموضوع فمش عارفين كيف قدمنا. يعني الأسئلة كانت مباشرة ولا كان في أسئلة من خارج الكتاب؟ في أكواد برمجية كانت من برا يعني بس عليها علامات قليلة كانت كانش عليها علامات كثيرة. شو رسالتك للوزارة؟ امتحان الفيزياء والورقة الثانية في الرياضيات هبدنا فيها كثير واخترعنا قوانين جديدة فبتمنى يراعوا ظروفنا وسهرنا وفرحة أهلنا ويراعونا في التصليح إن شاء الله. شو شعورك إن اليوم آخر يوم في الامتحانات؟ والله بصراحة
شعور لا يوصف صراحة، يعني خلاص خلصنا، فيش بعد اليوم أبوي يقول لي قوم ادرس هاي في الباب، يعني خلاص خلصنا ما ضلش شيء. نتعرف عليك. رؤى الصعيدي من الفرع الأدبي مدرسة بشير الرئيس. كيف امتحانك كان اليوم؟ الحمد لله كان كويس، والحمد لله اجت الأسئلة كلها مباشرة، بس إلا طبعا يكون في سؤال شوية مش واضح، بس الحمد لله. الأسئلة كانت بتراعي الفروق الفردية؟ وفي أسئلة يعني جايبينها أسئلة كتير سهلة وعليها علامات حلوة برضو، يعني أي طالب لو بس هيك مر عليها بقدر يحلها. أثر عليكم إنهم شالوا سؤال اختار؟ حسيت أول ما سمعت الخبر صراحة زعلت، بس بعد ما شفت امتحان الدين والتكنولوجيا حسيت سؤال اختار كان هو اللي عقد الامتحان، كان يجينا أسئلة بتلف الدور، أما بالمقالي كله مباشر، وكمان أما هذيك الغلطة خلص بتروح عليك العلامة، أما هنا لو كتبتي إشي ممكن يحطوا لك علامة ولا يروح عليك. شو شعورك إنه اليوم آخر امتحان؟ صراحة مبسوطة كتير، بس برضو حتذكر إنه في النتيجة، بعد إن شاء الله ما يضيع لنا تعب ونرتاح. شو رسالتك للوزارة؟ يراعونا بالامتحانات اللي كانت جاية صعبة، خصوصا اللغة الإنجليزية، صراحة الامتحان هذا أكثر امتحان تصعبت منه، أكثر امتحان موجود عندي فيه أغلاط، وإن شاء الله خير يا رب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقاتنا حول تقديم امتحانات طلبة الثانوية العامة الفرعي العلمي والأدبي لعام 2021-2022 مع تمنياتنا لكافة الطلبة بالتوفيق والنجاح. شكرا لطيب متابعتكم، مع تحياتي آن العقاد.